بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم إخوتي الإعلاميين تحية مباركة طيبة بعبق المودة والتقدير، مع خالص العرفان لتلبيتكم دعوتي، ملتمسا العذر لمن لم تسعفهم حضره للحضور، فليبلغ الحاضر الغائب. موجب هذا اللقاء هو حرصي على أن أتخذ منكم شهداء على قرار طلاق بينونتي. هذا وأنشدكم جمهور الإعلاميين أني وبمحض إرادتي وأنا أتمتع بجميع قواي العقلية والحسية والمعنوية قررت اعتزال العمل السياسي طلاق بينونة، لا نشوزا ولا إعراضا ولا ظهارا، ولأن الطلاق أبغض الحلال إلى الله ولا يجوز دون دواء مقبول شرعا وعرفا، فقد أعددت ورقة طمنتها دواعي هذا القرار، هذا القرار الميمون آخرة وأولى إن شاء الله تعالى. أطلب من الأستاذ محمد ينجح قراءته على مسامعكم، بعدها سأجيب على بعض أسئلتكم إن وجدت. مرة أخرى أشكركم على حضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.